المدرسة كانت هي الأم التي احتوت الجميع في كل أنشطة التنمية الفكرية في ذلك الوقت وأهمية. وطبعا كانت الحياة بسيطة ولكنها طيبة كثير، والاجتهاد موجود، تنوع الرياضات. وأنا أذكر مناسبات الكشافة كذلك كان لها دور كبير، كان فرحة كبيرة أن واحد يعني يكون مع جماعته في سيارة، السيارات كانت نادرة في ذلك الوقت. واحدة من الذكريات الجميلة أن نذهب لرحلة إلى منطقة الحاجر أو في مناطق أخرى. والدروس طبعا كانت قوية، يعني أنا أعتقد مع التخرج في 67-68 نحن الدفعة تخرجنا مع بعض، تقريبا كل واحد عنده الأساسيات للغة الإنجليزية، وكثير منا يحفظ النشيد والشعر ويجيد الرسم وأمور كثيرة. مع العلم كان في الصف يعني ناس ربما يكونوا أكبر سنا من المدرس، في تفاوت يعني، كان الأخ شهاب من أصغر الطلبة كان معنا في نفس الصف، في طلبة آخرين يعني ناس أكبر منا ضعف السن، ولكن كان في تنافس جيد. صحيح مثل ما ذكر صاحب السمو يعني كان ذكريات طيبة وأيام جميلة، وكانت المدرسة السعيدية الملاذ الوحيد والأم الوحيدة لكل الأطفال في ذلك الوقت. ولكن كانت حياة سبق، وكانت المدرسة بالنسبة لنا هي الفرج، وهي الشيء اللي كنا ننظر له تقريبا كل صباح، وتعلمنا الكثير، وامتزجت فيها الطفولة بالرجولة الحقيقة، وتخرجنا رجالا ونحن كنا أطفال. وأعتقد كل من يتذكر تلك الأيام الحلوة المرة يجد كانت بالفعل مدرسة، ليست مدرسة علمية ولكن كذلك مدرسة حياة في نفس الوقت. والحقيقة نحن نشكر ونتقدم بالشكر للمدرسين الذي عانوا معنا وخرجونا كرجال، كانت أيام طيبة. حتى أن كنت أنا أريد أقترح أن في المناسبة كل دفعة تجلس في الصف اللي كانت فيه، حتى يعني يكون لقاء لقاء شيق. في أنشطة كثيرة يعني كرة القدم، الجري، في كرة السلة، في أمور كثيرة يعني. حتى في المعمل الرسوم كان في نصنع المجسمات وهذا من الطين، في تنافس كبير. بس كان هناك في دقة في اللغة كذلك، تدريس اللغة العربية كان مستواها عالي جدا. نذكر كنا يعني التنوين والقواعد من الصف الرابع الصف الخامس كان قوي جدا. وبطبيعة الحال كل صف كان له طابع مميز، يعني كنا زملاء انتقلنا ربما من الصف التمهيدي إلى الصف السادس، يعني تجد نفسك مع نفس المجموعة لمدة 7-8 سنوات تكتسب الصداقة والزمالة معهم، وكان بحد ذاته يعني حياة اكتسبناها مع بعض، وتعلمنا أشياء كثيرة من بعضنا البعض. ونذكر معي الأخ سيد سعود إبراهيم احتكر علينا العريف لمدة 5-6 سنوات متتالية، يعني